طيب الناحية التانية برضه كابتن عمرو، أنا عاجبني المصري السنة دي مع علي ماهر عاملين شكل في الملعب، واللعيبة الكواليتي اللي موجودة السنة دي مختلف عن الكواليتي اللي موجود في الموسم اللي قبل كده، في كواليتي حلوة، في صفقات كتيرة يعني فرقت مع فريق، أحمد رفعت من ضمن الناس اللي فرقوا مع الفريق، عنتر أكتر من حد يعني، لكن خلينا نقول إنه المصري في آخر ماتشين ثلاثة فايق، يعني الفوز وأداء ونتيجة وكل اللي أنت عايزه موجود، هل ده يخليك النهاردة واثق ان الامور مايله ناحيته، ولا الامور برضو ما هياش سهله ان انت بتواجه فرقه فيها نجوم كبيره وفيها اسامي كويسه، فما تقدرش تقول انه الدوري السنه دي اي حاجه محسومه؟ لا، هو الحقيقه ما فيش مباريات محسومه وما فيش ماتش بيبقى سهل في الدوري الممتاز، وزي ما اتفقنا النهارده بيبقى فيه مفاجآت كبيره جدا. يعني النهارده الانتاج بعد خسارات كتيره جدا النهارده بيكسب فرقه الجونه، فاعتقد فالموضوع ما عادش بقى خارج التوقعات. عايزين نقول ان الدوري حلو بالشكل الاداء الفرق اللي موجوده النهارده، ثلاث فرق موجوده، سيراميكا والمحله والبنك الاهلي، لهم مكاسب كتير في الدوري. فالنهارده انت مش قادر تحس ان الجدول لسه ما اتقسمش، يعني نصه راح لفوق والنص الثاني تحت. لا النهارده لو جيت بصيت من اول المركز الاخير، وادي دجله 7 نقاط، ممكن لو كسب ماتشين يبقى في نص الجدول، بقى 10 بقى في النص، بقى في نص الجدول. فالنهارده انت مش هتقدر تحسم الامور ديت، المنافسه قويه جدا ما بين الفرق. صح. انا شايف من وجهه نظري اللي هو نفسه طويل هو اللي يقدر يوصل، والاهداف والدوافع هي اللي هتفرق كتير جدا بالفرق. يعني بص الجدول برضو انت ذكرته كابتن عمرو، الجدول فعلا لسه طبعا امور مش هتبان دلوقتي، لكن لا لا لا. انت اللي تحت ده كله هيتشقلب مره واتنين وتلاته. هو اللي مدي حلاوه للامر ده ان كل الفرق اللي صاعده بتكسب. النهارده عندك المحله مش بيستسلم بسهوله، سيراميكا ما شاء الله فرقه قويه وبتكسب، اعتقد يعني كل الفرق اللي صاعده بتأدي بشكل جيد جدا، والفروقات مش كبيره قوي برضه، والفروقات مش كبيره، مش ما فيش فجوه ما بين الفرق والثانيه. فاحنا صعب ان احنا نتنبأ في الوقت الحالي ان مين بقى ينزل ومين يطلع. لا النهارده لو مباراه واحده 3 نقاط يا كابتن وليد بتخلي فرق في نص الجدول. فانا شايف ان حتى ده بيدي مؤشر برضه لكل ادارات الانديه النهارده ما تستسلمش بسهوله. ما تقولش ان انا فرقه صارفه وان انا مجهزه وعندي لعيبه قويه وممكن مثلا بتساوى في النقاط مثلا مع فرق كبيره. لا، الهدف ان انت لازم تكمل للنهايه، لازم عندك طموح ودافع ان انت توصل لوسط الجدول مع المدرب بتاعك، لان بيبقى في اوقات الاداره بتفقد الثقه في المدرب. فالنهارده بعد تدهور مثلا مباراه او مباراتين نلاقي استقالات، يحس هو حتى ان هو ممكن يتشال، حتى الضغط على المدرب طبعا. لا النهارده لو بصيت على الجدول يا كريم، ده مهم جدا لادارات الانديه. النهارده 8 نقاط من المركز ال 12، من المركز ال 13 لغايه المركز ال 18. يعني مباراه واحده تخليك من 8 نقاط ل 11 نقطه، تعدي مبارتين تخليك في نص الجدول. صح. فالنهارده ما تفقدش الامل مع مدربك، اديله الثقه. يعني ان هيبقى في استقرار ما بين الاجهزه الفنيه، واعتقد ان ده مهم جدا من ادارات الانديه، لازم تدي الدافع للمدرب بتاعها بحيث ان هو يوصل للمطلوب بالظبط. طب حلو، يبقى انت كده دخلتنا في قصه علي ماهر بقى تحديدا. علي ماهر صرح تصريح مهم جدا من يومين انه صاحب المركز الرابع السنه دي هيكون هو بطل الدوري من وجهه نظره، من كتر ما هو فيه يعني فروقات ما بين الاهلي والزمالك وبيراميدز، من وجهه نظره انه صاحب المركز الرابع ده هيبقى بمثابه ان هو بطل الدوري. هو يعني هو متوقع ان هو بطوله في حد ذاته، ولكن انا شايف ان المركز الثالث برضو النهارده مش بعيد عن النادي المصري. انا شايفه متاح. لا متاح جدا النهارده يعني. الثالث سهل جدا ان انت تنافس عليه. في فروقات ما بين يعني انديه المقدمه اهلي زمالك، ولكن انت بص للترتيب هتلاقي ان النادي المصري مش بعيد عن المراكز الاولى. النهارده في تطور للانديه بالنسبه لفرقه الجونه، ويمكن خبرات لعيبته ممكن ما تديلوش المركز ده، زائد ان بيراميدز برضو بيتدهور بشكل في مباريات سهله كتير ونقط كتير بتروح منه. صح. فالنهارده ما عادتش بتتقاس يعني عايزين نقول ايه، اللعيبه كلها ممكن تكون قريبه من بعض. يعني مش هنقول البادجت، لا خلاص، هو احنا معروف ان فرقه بيراميدز صارفه كتير قوي، وفرق الاهلي والزمالك صارفين كتير. ولكن النهارده الواقع بيقول ايه؟ لا، النادي المصري قادر على ان هو يحتل المركز الثالث وينافس على المركز الثالث، بدليل مباراه النهارده لو اخذت 3 نقاط تبقى في المركز الثالث خلاص وتحافظ عليه. فالنهارده الدافع بيفرق يا كريم. صح. الدافع بتاع المدرب
ومجلس الاداره واللعيبه اللي موجوده هو ده اللي بيفرق بشكل كبير جدا في انه يحطك في المنطقه اللي انت عايزها. متفق معاك. فانا من وجهه نظري ان خلاص ما عادش في فروقات من اللعيبه وخصوصا من الخمس او ست فرق اللي في مقدمه الدوري. لا، الاهداف هي اللي بتفرق، المدربين، فكر المدربين، انا عايز اوصل للمركز الثالث او عايز خلاص ابقى في وسط الجدول، وده يمكن يعني مشوار طويل واهداف كبيره، يمكن اللي بيفرق فيها هو ثقة المدرب مع اللعيبة ومجلس الإدارة في المدرب. بالظبط.